يوم حكم زايد يعني العز يعني الخير يعني البترول في نعمة. يوم عطونا الشعبية ولعت الليتات في الأخنق وضابي الأول تروع بالليت من أخوان الشهداء قالوا لا هذا كهرباء ويانا التلفزيون العيال يزحلين يوم يشوفون التلفزيون تغشى قالوا مو هذا الرجال اللي يشوفونا قالوا إن هاي الأخ إلا في التلفزيون هذا أنا عرفت والله عندنا عيوز الله يرحمها يوم تشوف التلفزيون تغشى قلت له خالتي لا قالت تخرب ما يشوفونا قلت ما يشوفونك هذا يا خالتي اسمه هو ملون بيض أبيض هاي إلا في التلفزيون تشوفه بعد الله يرحمها يا أبو محمد ريده ويلي وصاروا يصلون ويخابر مال لندن خبر اخبار لندن من زمان ومصر يخابروا وقبل لفت فيها الله يرحمها لفت فيها جاده وحفرت التراب ودكته متغشي عن يوم يا محمد قال خالتي وين وين عمتي اللي ريده قالت على الرجال اللي يرمسوا وينه كانت تولر قال يا عمتي هاي ما يشوفونك وانتي مغشاي قادرنا اشتراها اسمح ويرمسوا كم ما يضرون علي انا عارف الاول الحين غالي بدو مره يا ترى في طياره وتربعنا ودسينا ورا النقع قالوا والله يشوك اهل الانجليز يشلونكم ما اعرف ايش اليوم حكم زايد الله يرحم زايد يعني البترو يعني العز يعني ترى البيوت يا ترى الشعبي كنا في بليوت كنا من العرشان في بليوت الحمد لله خلاص اليوم من بيتنا الصبخه لليوم اللي بليوت عايشين فيه اعطانا زايد شعبي بقيمه 3 مليون 4 مليون احمدنا الله وشكرناه والله يرحم زايد الله يرحم زايد عشنا في عز وبعشين ويسمه الله يرحم زايد رمي تروح الجنة والله احمدنا الله وشكرناه ويا رب يطول عمر علي واخوانه الحين احنا في خير وفي عز وفي بيوت وفي بوشه بلادنا ما قصرت فينا شيوخنا الدارينا والله اني معرم قاعد مع زايد الله يرحم زايد في جمعيه مات الشيخ فاطمه الله يطول بعمره وإن قال بنت الرجال تخدي نفس الرجال تنافس وحافظوا عليه بلدكم وحافظوا عليه قلنا إن شاء الله طال عمرك قلوبنا حق بلدنا قلوبنا بدي روحنا أحمدنا الله ما قصروا فينا الحمد لله ونشكره.